السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف. النهاردة عندنا حاجة عظمة قوي، مكرونة عادي بالطماطم، وعندنا كبد وقوانص بتاعة البط اللي انا ذبحته ونزلت له فيديو ليكو الصبح. هنا هقطع الكبد والقوانص، هعملهم ببصل وطماطم وفلفل وتوم وتوابل وحاجات خطيرة كده خالص. جربوها ويا رب تكون ويا رب تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنا هقطعها كلها كده وهعملها النهاردة. مش هستخدم حلة خالص. المكرونة هعملها في صينية، وبرضو الكبد برضو هعملها في صينية. هنا قطعت الكبد كلها هيت والقوانص كلها. هقطع بقى بصلتين متوسطين كده زي ما انتوا شايفين، هفرمها في الكبة علشان تكون ناعمة. هحط مع البصلتين 2 فلفل رومي. عايزة تحط حراق حط براحتك، وهقطع طماطمايه زي السلطه كده بره، وهحط 3 4 فصوص ثوم صغيرين. برضو هنا الميه غليت عشان احط المكرونه فيها، حطيت فيها نص معلقه ملح عشان انا هعمل نص كيلو بس، وهحط فيها شويه زيت علشان ما تعجنش مني. اوعوا تنسوا الزيت يا بنات، خليكوا شاطرين. حطيت الميه هنا غليت، فحطيت المكرونه وهقلبها واسيبها شوية. لازم تقلبيها عشان ما تلزقش في الحلة من تحت. هنا قطعت الطماطم بتاعتي اللي هستخدمها، واحط فيها 2 فصين ثوم. هفرمهم معاها، انا مش هحمرها، هعملها اكنها ني في ني كده. هنا قطعت البصلة وفيها الفلفل الرومي وحبتين ثلاثة من الثوم، وشموا الريحة بقى. وهنا الناحية التانية فرمت الطماطم، حطيت شوية زيت في التوستين كل واحدة فيهم شوية زيت، وهحط بقى الطماطم هنا اللي ضربتها. انا بزود المية شوية او الشوربة شوية في الطماطم علشان ما ارجعش احط فيها، انا بحبها يعني زي مرقة كده شوية، ما بحبهاش التخديعة بتبقى ماسكة قوي، بتبقى طعمها مش حلو. حطينا التوابل بتاعتنا كلها، وهنقلب بقى ونص معلقة السكر. وهنا هحط البصل، هحط البصل بتاعي مع الثوم والفلفل اللي ضربتهم في الكبة مع بعض، واسيبهم لغاية ما يتبلوا براحتهم خالص. ما تستعجليش عليهم، اما يتبلوا كده وخياط التشويحة بتاعتهم الممتازة تنزلي عليهم بالكبد بقى. تنزلي عليهم بالطماطم الاول، حبات الطماطم اللي انت قطعتيها، هما تتسبك مع بعض سوا كده حلوين. هنروح حاطين الكبد، حط رشة ملح عشان تدبل معاكي بسرعة. احلى ناس في الدنيا واجدع ناس، يا رب تكونوا بخير دايما وفي سعادة دايما وفي صحة دايما. ما تنسيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفاءلوا بالخير تجدوه. دايما تفعلي بالخير، دايما خلي عندك طاقة إيجابية. هتحسي ان انت متضايقة او زهقانة، نوهي عن نفسك في اي حاجة، اسمعي اي حاجة، اخرجي، اتكلمي، كلمي صاحبتك، اسمعي اي حاجة انت بتحبيها، هتلاقي نفسك خرجت من اللي انت فيه. ودايما اقول لك تفاءلوا بالخير تجدوه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه كده، انا مش عارفه، انا حاسه، انا مش عارفه، انا كده بس ولا انتوا كده معايا برضو؟ انا حاسه ان انا نفسي نفسي في الايام بتاع زمان، في روايح زمان، في اكل زمان، في ريحه زمان. انا حاسه ريحه الجو متغيره عن زمان، حاسه ريحه الجو متغيره، حاسه الدنيا طبعا متغيره ما فيهاش كلام، بس الريحة بتاعت الجو ذات نفسها متغيرة. ريحة المطرة، ريحة الجو، ريحة الصيف، ريحة الشتاء، كل حاجة فيها متغيرة. مش عارفة انا حاسة انا كده بس ولا انتوا كمان برضو زيي؟
يا ريت تكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الموضوع ده، انا بس كده ولا انتوا كمان. هنا بعد ما دبلت معانا حطيت فيها الطماطم، هسيبها تتقلب فيهم شوية شوية حلوين، وبعدين هحط الكبد بتاعتي والقوانص بتاعة البط اللي احنا ذبحناهم الصبح. وانا نزلت لكم في الفيديو ده ازاي نطلع الزفارة من كل حاجة، من الطيور عامة. يا سلام بقى على الريحة، ريحة البصل مع الفلفل مع الثوم، مدين ميكس كده رهيب كده، ميكس جامد قوي قوي. هنا حطيت بقى بعد ما دبلت حطيت معايا الكبد والقوانص مع بعض، وهسيبهم اما يتشوحوا. على فكرة الكبد بتاعت البط مش زي كبد الفريخ، يعني مش تسوي القوانص الاول وبعدين كبد، لا يعني هنا هم جاهلين اصلا، والكبدة بتاخد سوا برضو. حطيت هنا التوابل بتاعتي، حطيت مرق الدجاج، ادى الطعم حلو قوي للكبد، والملح والفلفل، متحطوش ملح كتير عشان تحط مرقة، والبهارات بتاعتنا اللي احنا طحنينها في البيت، هنقلب فيهم كويس لغاية ما تستوي معانا، بعدين ندفع عليها. سيبيها بقى، انا هنا كنت بعمل مرقة الدجاج بسيحها كده وبقلبها مع بعضها، بدحرجها وبشقلبها. هنا هسيبها، عندنا هنا هي تستوت او قربت تستوي هي، وحط الصلصة اتعملت خالص، هي بقت جميلة. انا بحب فيها يا بنات تكون الصلصة مرقة كده زي ما انتوا شايفين، يعني مش صلصة ناشفة خالص، لا الصلصة بتاعتي بتبقى مرقة، بتبقى جربوها كده، جربوها بالله عليك تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. لما تخلوا الصلصه فيها شويه ميه، ما تخليش الصلصه ناشفه خالص، لا بصوا بصراحه احنا بناكل الصلصه بتاعتها قبل المكرونه ذات نفسها. وبرده الثوم لما انت تفرميه في الطماطم بيدي طعم مختلف خالص عن الثوم لما تيجي تحمريه، بالذات في المكرونه. هنا بقلبها كويس، بسيبها تتشوح معايا كويس بالتوابل بتاعتي الجميلة، والله العظيم ما في اجمل منكم ولا احلى منكم، احلى ناس في الدنيا واجدع ناس في الدنيا هم المصريين، فعلا اجدع ناس. انا هفضل اقلب فيها شوية كده لغاية ما تستوي وبسيبها بقى. جنان جنان يا ناس جنان، يا سلام على الريحة، يا سلام على الطعم، والله العظيم طعمها رهيب بجد، أنا بحلف بالله طعمها فعلا كان روعة، فعلا كانت روعة. هنا استوت معايا، أنا هحطها زي ما هي، مش هغرفها في حلة تانية، مش هغرفها في طبق تاني، لأن أنا عاملاها في صواني، فهحطها في الصواني. احط بقى شويه خضره كده كزينه يعني تكسر معايا اللون، وبرده الخضره حلوه ومفيده جدا للانيميا ومفيده للاطفال، بالنسبه للاطفال اللي ما بتحبش الخضار والحاجات دي فهي مفيده، وديكي بتدخليها في الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. بس والله كانت عظمه قوي قوي دي، الكبد والقوانص بتاعة البط اللي احنا ذبحناه، وعملنا جنبيهم شوية مكرونة بالصلصة بس، كانت حاجة عظمة قوي. يا رب تعجبكم، واكتبولي في الكومنتات، بحبكم قوي قوي.